ايوه. ده قصدك كده؟ هل الفنان حسن بيسو بيتكلم حسب ريتشو؟ ها هو انت بتشتغل ايه بيس كيك؟ انت عينك فرده وفرده. اجمد ما في الحفله مين؟ امال ايه طيب؟ يا ابني انا جاي ابص. هي يو احنا النهارده في ريد بول لوجن، فتعالوا نشوف ملوك اللعبه. احنا شمال الوحوش. بتعملوا ايه؟ انت اديته راسك؟ ايوه. ليه؟ عاملين ايه النهارده؟ برابره غجر. انا ميني باس جو، لعبه اسمها جاد فول. ميني باس جو اللي دلنا محمد رمضان بتاعت اللمه دي ساعه. لا لا تاني. عايزين مشهد من جعفر العمده. لا ادينا كلمه مفيده. ما عنديش كلام مفيد، انا بقتل بس. لا لا وعلى لا لا خلاص يا باشا. لا لا وعلى ايه؟ هستعلفك بالله تعرفي ان انا كنت عامل سوبر ماريو؟ قالوا لي هبب لو شايفك هينفسن. ايوه انا جاي افتعل معاك المشاكل. اتكلم على قدك. الله الله، دي تربيه المواسير دي ولا ايه؟ بيتزا ولا حواوشي؟ سوشي. كفر الشيخ ولا الدوار؟ سوشي. ثلاثة صاع. انا بتكلم في التليفون. ايوه يا عبوده، مش عايز تيجي تلعب ميدل؟ ماشي خلاص براحتك. ماشي يلا سلام. جلد تنين طبيعي ده؟ لا ده فوم، انا نحتاج. بس شكله طبيعي جدا. خد منك قد ايه؟ 6 ساعات تقريبا. متواصلين ولا بالبريك؟ انا دلوقتي لسه متفرج على فيديوهات الصبح، انت عمال تلف على جزر المالديف وبالي وجزر مدحت صالح والحاجات دي، وانت في الاخر هنا في مصر. في وقت بيتاخد على ما بنعمل مونتاج وبنعمل ليه يعني انت والله ممكن يطلعوا يتموك يقول لك مثلا الفيديوهات دي كلها فوتوشوب. ادي وادي اهو اتفضل اتفضل معانا في الانتريه. الحق دول جايبين الوايلي. ايوه بقى. تفتكر الويلي من الويلي؟ اكيد. ممكن يعني وارد، هو ممكن يكون اصطلح هناك قبل كده. مش عايز حد واقف. جايين تعملوا ايه النهارده؟ اوديو فيجوال. اوديو فيجوال. اوديو فيجوال. انتوا اللي راسمين؟ لا احنا جايين جرافيتي. يعني انتوا قسم الاضاءه هنا؟ انت جاي تلعب ايه النهارده؟ والله انا مش جاي العب، وانا حد من المنظمين يعني. انتوا اللي ماسكين قسم الفراشه وكده ولا فراشة ايه؟ لا احنا شركه جيمرز داونش منظمين هنا كذا حاجه يعني. طب بالله عليك الايفنت ده كده اتكلف كام؟ ايه؟ اسطوره بالنسبه لهم. ما ينفعش اسند عليها؟ لا العربيه ما ينفعش. لا ده عامل زي عم مجدي جارنا برضه، ما بيخليش حد يسند على العربيه عندنا. لعبت ايه النهارده؟ ميدل اوف اونر. موجوده هنا؟ موازيك مسموحه هنا ولا منعينها؟ انت ايه خلاص بقيت معاهم؟ ده التريك بتاعهم. افتح لي ممكن الله يا فنان ما تفتحليش المشاكل. اخر سؤال، ايه الماب اللي هتظهر ورايا وقتي؟ افتر ماس. عندهم ايه؟ شغال فيها اول تيم اياد الموجي. اياد برضو بوجو مستر هيب هيب هما اللي كسبوا. حازم الحمد لله. الحمد لله كسبنا. ايه يا عم هاتوا لنا فرقه تنافس. هو احنا عملنا ايه؟ الله 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 ما شاء الله عليك، انت قربت من الهاي سكور بتاعي. مين بتاعك اصلا؟ ال 87 ده بتاعك اصلا؟ عايزين نسجل عشان نكسب. ريد بول لوجن هو اكبر حدث بيتيح للجيمرز يلعبوا ضد بعض وبيجمعوا نقط وبيتحدوا بعض على السكور بورد. بص ريد بول لوجن يا باشا، من الاخر انت بتيجي بيت لوجن حرفيا في ابلكيشن روش، بتحط اسمك في اللعبه اللي عايز تلعبها. عندنا كل اللعب موجوده عشان ما تزهقش برضه. عايز تلعب هنا تروح هنا تيجي. انت بتدوس ابلاي خلاص، انت بقيت في الكيو على طول يا باشا على طول. لا لا جامد جدا. هتقف ليه؟ عايزينك تقعد. جي ال ايه ده؟ عرفت منين؟ مكتوب علينا ولا ايه؟ ما ينفعش يخسر الاسامه. انا سبتك بس عشان خاطر التلاميذ. شكرا. هل الفنان حسن بيسو بيتكلم حسب ريتشو؟ ها تحسك كده حد مهم مثلا ماسك مثلا الكانتين السندوتشات اغذيه؟ انا واحد من الايفنت مانجرز هنا تبع جيمرز داون. انت مسمينهم جي ال؟ جي ال ماندو طبعا. يا نهار ابيض، دشر من نار على الحله يا راجل. مين ماندو؟ نار على الحله بتسخن. الله يحرقك، ده اعلى لعيب فالورانت. أنا استاذ ماندو يا نهار ابيض منور الدنيا. بعدين ده اسيوطي زي سلام القصايطة. وادي هو اسلحة فيلد ماسك رشاش. احلام العصر. اللهم بارك. صبوي اللعبة الوحيدة اللي عارفها هنا. ممكن شوية نقط هنا؟
ادخلك على ال لا لا مش 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 عايز اتعبكم اديني نقط على طول. انت بتشتغل ايه بيس كيك؟ كونتنت كريتور. مين عندكم في الشركه؟ هي دي ادوها لي وانا داخل قال لي انت بتشتغل دي بس بعمل ايه جوه على الله؟ انتوا بتبقوا بتروحوا المكتب معاكم 8 ساعات فاضيين تقعدوا تعملوا فيديو. اشتغلي تريكو في مصانع مثلا بعد الظهر كده ولا اشتغل كاستيوم ديزاينر؟ ايه كاستيوم ديزاينر. والله انا مبسوط جدا ان انا اول مره اقابل كاستمر ديزاينر يعني والله كاستيوم ديزاينر اول مره اقابل حد عموما انا اللي بصمم الكاركترز يعني تقولي كاستمر ديزاينر. ومعانا دلوقتي الفنان مروان ريحان. والله فيفا مدوخاني النهارده لعبت على الستيج الماتش كانش احسن حاجه يعني بس الحمد لله خدنا 3 بونت. حابب اقول ان انا بحب هيب هيب وانا عايز اديله حضن بيجوا بيلعب فيفا بس الدنيا بينا حلوة الكيمياء بينا حلوة الهرشة السبعة بص وانا بشوف جاي تعمل ايه هنا يا فنان؟ انا جاي العب واكسب معايا 5 بوينتس بتهزري. انت بتعملي ايه هنا النهارده؟ ده في ايه ده؟ والله انا جاية ازا كوسبلاير. بتهزري عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. دي حاجة كاجو ستايل سايبر بانك. اه ده السايبر بانك اهو تعالى كده قرب بص ادي خدش اهو دي علامة ابو طارق. انت بتعمل ايه هنا النهارده؟ انا النهارده جاي بس اخد بالي من الاكتيفيشنز كلها بتحصل في ميعادها. الاكل مثلا لو اتاخر لو الاكل مش مستوي مثلا فانت برضو انا بصراحه جعان فانت ماسك ايه؟ مين اللي ماسك انا كل ما احس ان حد مهم كده اكيل بلاقيه تبع جي ال يعني مين ماسك قسم الاكل عندكم؟ هشوف لك طب هشوف وارجع لك. طيب حبيبي يا فندم انا مستني هنا ماشي؟ حبيبي كومبو بقى ها؟ امال وبشكل كمان بيكتب لي ميسي ولع الدنيا لما اخزر ياس لما اخزر ياس معلش انا فاكر لما ادوس اقوى يدي سكور معلش معلش الله الله تريد 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 وديني انت ايه انت يا عيني ده فينهم كل نص وشك ذئب طبيعي ده؟ ايوه بيعض تطيف قد ايه؟ انا قطعت رقبته على طول حلال حتى بس معلش مضطرين نقطع معاك يعني ده منظر قدوه للشباب الصاعد اللي ساقطين في النحو كلهم مستر حازم سايب الدروس الخصوصيه والمدارس وجاي يلعب ويقضيها. سلام عليكم انتوا مين؟ انتوا ريد بول ستيكرز؟ طلع الدنيا ايوه بقى امبابي المارك ايه ده امبابي الاصلي؟ ايه يا عم ده يا عم امباب فين يا عم امباب المرج يا عم ده كده انا اعمل ايه انا كده سجلت هتختار اللعبه اللي انت عايز تلعبها بعدها هيطلع لك كود ده هيبقى كيو كود بتاعك هيطلع على السكرين هيبقى مكتوب لك فيه كام حد فاضل لحد لما انت تلعب ولو جبت بقى ارقام هطلع على الشاشه سجل له دلوقتي على الابلكيشن فتعالى بقى عايزين اسمنا يطلع على الشاشه انا اسمي راجابوفيتش 79 يا ابني هو انا لسه لعبت انت بتصور ايه لسه ما لعبتش اساسا لو سمحت ممكن تديني بوينتس عشان عايز اسمي بقى على الشاشه بعيد قوي بعيد ليه هو الاول كام 870 هو مطبق من امبارح ولا ايه عشان تفهم ايه هو النجاح لازم تفهم ايه هو الفشل الاول لا لا انت عينك فرده وفرده يون في ليج اوف ليجندز يوني يا نهار ابيض طب استحلفك بالله فين السيوف سايبها هنا مع واحد صاحبي راكنها راكنها يعطيك الف عافيه ومعانا الفنان يحيى الصادي والله بيس كيك تعبني والله مين الشخصيه الجايه عشان احضر لها بس قول لي معلش اسند معانا الفيديو فنان مش ناوي تطلع الكاب قدام والله لا انا خلاص تعودت عليه كده يعني عملته قدام انا شخص جديد احمد السقا وانا الاكل مجنناني مش حل والنبي اي حاجه هتخش تلعب ولا لا هلعب هلعب وانت بص اعمل فلاش اللهم بارك ولع الدنيا الله يبارك لك يا اخي والله ارجو تعرف تعرب اعرف اعرب يا باشا خليني بطل يرفع الكأس بطل يرفع الكأس البطل مرفوع هو مرفوع ايه هو ايه البطل ما المبتدأ مرفوع حلو. يرفع وعلامة راسبه الضمة هو ايه هو ايه الكأس مفعول به انت لخبطتني والله العظيم توهتني طيب ابني انا جاي انبسط
انت يا ست انت فضحتيني. فنانتنا مساء محتاره ليه؟ محتاره ليه؟ عايزه تروحي فين؟ انا مش عارفه اعدي. انا اللي ماسك قسم الماب هنا. بجد؟ ايه المان ده؟ الماب المابه يعني. اقسم بالله انا تهدأ. عايزه تروحي لمين طيب؟ انا لوحدي، انا ما اعرفش، انا لوحدي بقالي حبه قاعد. لا 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 هوصلك، تعالي هندور على حد من بيس كيك. تعالي ده بديب ولا فيلا ولا ايه؟ انا فيل. هو الزلومه ليه مرفوعه لفوق؟ شخصيتها قويه. يعني انتوا مش تلي باتيز اللي بيخوفوا دول الوان؟ اجمد ما في الحفله مين؟ فالفوله التخينه. سمعنا ان انت عامله كوميكس للكاركتر ده باللغه الايه؟ اليابانيه، الامريكيه، الانجليزيه، العربيه؟ اسمها كايلا ذا جانجل ويتش. خد منك قد ايه عشان تنطقيه؟ لا عايز يبطل. عايز مثلا انت قعدت تكتبي على الكيبورد كده، بعد كده جه معاكي اسم عدت انطقيه وسميت الشخصيه، ولا مستوحاها منين؟ شبهي يا عايزه. أيوة هم عند الستيج. ايوه هم عند الستيج. انا كنت شايف مستر حازم هنا اهو. مستر حازم اهو اهو. بعد اذنكم والنبي كتايها بتتهم انت، حد اربطها بحاجه ولا حاجه. ودلوقتي معانا الفنان ادهم بوجو. انا يا جماعه ما بعرفش، مبهدلني. مين البوزيشن اللي فوقيه؟ يا يحيى الصاد، من ألز المديرين اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك. ليه بقى؟ يجي يقلب الكاب وينام، وانا بالنسبه لي مدير نايم. فانا هو التيم ليدر وانا التيم. لو معدي كده لقيت مثلا مستر حازم بيصور، تخش تصور. مستر حازم ده تيم ليدر تاني. لحد تاني برضه بيشتغل. دلوقتي احنا معلش لو معطلينكم ولا حاجه، زود ربع بالله عليك. هنعمل انترفيو ده نص. ماشي حبيبي يا فنان، والله افتح اوبن. جايب لك مفاجاه معايا. فين فيهم مروان ريحان الحقيقي؟ مارو الله برعي. حد جاي ميدل؟ يلا يلا يا رجاله، عملت السيلفر. اي شوف سيد اللعبه، سيد اللعبه. طب يا برنس قول له بوازيك. لا لو سمحت فنان، البوينت فين؟ 200 بوينت بقى كده لاجل عيونك. طبعا 30 يا جدعان، ده ما يجيش حق الضغط والبوازيك والغش وشفره الموت. تلعب طوب ورا مقص ولا حذر مين الفزوره؟ حذر مين الفزوره. انت بتزنقني ليه؟ ما تلعب طوب ورا مقص. عايز العب حذر مين الفزوره. بقول لك ايه، قال كم مره استحلفك بالله. هي دي الحذور. الله يبارك لك. دلوقتي معانا الفائز فريد بولوجن. انت كنت مطبق من امبارح ولا ايه؟ جبت ايه بقى؟ الكارد اللي اقدر اخش بيها ايفنت مده سنه. بيع 5000 جنيه. لا لا لا. 500 5500. بحب الايفنتات بصراحه. وانت دلوقتي احكي لنا عن تجربتك بقى، وعملت ايه وايه كده. بص هو الفكره ان تيجي بدري، بس اللي يصحى الصبح يكسب معانا. انا دايما كنت اقول لاصحابي انا بحب اي كولابريشن ما بين جيمرز لاونج وريد بول. هم دافعين لك ولا ايه؟ وكده يكون الفيديو خلص. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. في عربيه جامده واقفه بره، يلا بينا. المفتاح فين؟ ملهاش مفتاح، بتتزق.